انا مش زعلان ان هم شكوا فيا، الصدمه كانت شديده عليهم. انا لو مكانهم كنت هفكر كده. ولا يهمك يا سي مختار. اللي انا زعلان عليها سماح ان اشوف شقايا وشقى ابويا قدام عينيا وبيضيع ومش عارف اعمل له حاجه. كفايه انك صرحتهم بالحقيقه وخلصت ضميرك. يا ريتني ما قلت لهم، يا ريتني ما قلت لهم. ما تعملش في نفسك كده يا اخويا، انت كده هتموت نفسك. يا ريتني اموت واستريح بعد الشر عليك. اوعى اسمع منك الكلمه دي تاني، ده انت روح اللي بتنفس بيها. دول لو يعرفوا رجولتك وجدعنتك كانوا شالوك من على الارض شيل. يا سماح، دول شككوني في نفسي، قالوا اني اناني وبتاع مصلحتي. فاشر، ده انت راجل وسيد الرجاله، والدليل على كلامي ده جوازك ليا. يمكن اول مره اقول لك الكلام ده، بس هي دي الحقيقه. انت حمتني من كلاب سكك كتير كانوا ممكن ينهشوا في لحمي لو كنت لوحدي. فتحت لي حضنك وبيتك في الوقت اللي كلهم قفلوا ببانهم في وشي. تبقى جدع ولا مش جدع؟ أصيلة يا سماح، ده العشم برضو. أجازة شهر يا سعد؟ معلش يعني، أصل أنا تعبان ومحتاج استريح شوية. أيوة بس كده الشغل يتعطل. لا لا هيتعطل ولا حاجة، في زملاء كتير ممكن يشتغلوا بدالي. سعد مفيش حد زيك. أصل في يعني في أمور عائلية كده لازم أخلصها بنفسي. عموما براحتك بقى، لما بابا يجي أنت ادخل قدم له أجازتك وشوف هيقولك إيه. لا أنا أفضل تقدميها له أنت. ليه يا سعد؟ بصراحة مش هقدر استحمل ان هو يضغط عليا وانا مش عايز اعمل مشاكل للدرجه دي. انا مضغوط قوي يا صفية، مضغوط بجد وعايز استريح. طب تسمح لي اعزمك على فنجان قهوه بره المكتب ونتكلم مع بعض شويه؟ يعني مش دلوقتي عشان انا مشغول، مش وقته يعني. لا هو ده وقته. بقول لك ايه، انا مش هسيبك غير واحنا الاثنين بنشرب فنجان قهوه مع بعض وبنتكلم. ممكن يا رشا خطيبك يتكلم ولا لا؟ كلمها على الموبايل من يومين ما ردتش عليه. ليه كده يا بنتي؟ بابا ده خطيبي وانا حره في معاملتي ليه. مش جايز كان بيتكلمك عشان يصالحك. قلت لها كده ما سمعتش كلامي. نشفان دماغك ده هيطيره منك. انا هكلمه اشوف حكايته ايه. بابا لو سمحت. لا بنت، ده خطيب بنتي ومن حقي اكلمه من الموبايل بتاعي زي ما انا عايز. ثم الكارت اللي فيه ده بتاعي ولا بتاعك؟ الو